نيجي بقى نعمل البتنجان. عايزه البتنجان بتاع المحشي اللي هو الصغنن ده، هنجيبه اسود، لو بتحبوا الابيض مفيش مشكله ممكن ابيض. معانا كرفس وتوم وكزبره وصلصه طماطم وكمون وخل وليمون وكمان بصل. هو طريقته سهله جدا وبسيطه، نشيل بس ده كده ونقطعه شرايح تخينه شويه. خلاص، يعني دي مثلا واحده مكلبزه، كل ما تكون البتنجانيه رفناها شويه كل ما هتدي شكل احلى للسلطه دي. كده طيب، نحط كده البتنجان. هنحط معاه الزيت. طيب كده خلاص. لا لسه الكرفس. طب نشيل دي الاول، نقلبها بقى كده كويس. نزودها بس شويه زيت، زيت وليمون عشان ما يسودش. زيت مع ليمون. هنشوحه تشويحه بسيطه قوي، يعني انا مش عايزاه يدبل ويستوي. طيب الكرفس بقى هنجيبه كده ونقطعه. ماشي، هنحط بقى صلصه الطماطم مع الكرفس. هنحط مع الكرفس صلصه الطماطم كده خلاص. وهنحط كمان الثوم المفروم. يبقى حطينا الكرفس قطعناه شرايح، بعدين صلصه الطماطم، بعدين الثوم المفروم، وبعد كده هنحط البصل اللي متقطع مكعبات صغننه جدا ونقلبهم كده، بعدين الكزبره، بعدين الكمون، الخل، عايز يتزود كمان خل وزيت وليمون. كده عملنا التتبيله، فاضل خل وزيت وليمون. يبقى حطينا الكرفس، وبعد كده حطينا الثوم المفروم، وبعد كده احنا حطينا المكعبات البصل المتقطعه صغنن وصلصه الطماطم والكزبره والكمون. فاضل لنا بقى الخل والزيت والليمون، وليمون وزيت، زيت ليمون خل وبما ان في اصلا طحينه انا هحط معلقه طحينه، لكن لو مفيش طحينه خلاص مش مهم. بما ان في طحينه انا هحط معلقه من الطحينه، هيديله طعم حلو قوي. والوصفه دي تتاكل كده من على النار كده، يا اما هنسقعها في التلاجة، يعني دي اختياري. نبص كده. طيب هنسيبها بس شوية تدبل كمان. ابتدي احطه هنا كده. واقلبه. ريحته حلوة قوي. ممكن كمان مشوي لو عايزين تحطوه في الفرن لحد ما يستوي، برضو بيبقى حلو جدا. يعني مسلوق ومشوي ومتشوح في الزيت، التلاتة بيدوا طعم حلو قوي.
سلطة البتنجان.